الأهلي هيتأثر بهروب بيسيرو أو رحيل بيسيرو؟ لا خالص خالص، يعني أنت جيت على نقطة فعلا أنا كنت بتمنى أن أنت تسألها لي، لأن النادي الأهلي كان في وقت من الأوقات 16 لعيب موقوفين، 11 لعيب في منتخب مصر في لوس أنجلوس، لعبوا ضد الزمالك في كأس مصر، كسبوا الزمالك 3-2 بحسام حسن وابراهيم حسن لما كانوا صغيرين، و طارق خليل و يعني واللعيبه الصغيره دي، وخدوا كاس مصر، والزمالك كان فيهم فاروق جعفر والكوارشي، وكان فول تيم. فالنادي الاهلي مش هيتاثر، لا هيتاثر بغياب لعيب ولا هيتاثر بغياب مدرب خالص. انت بص على الفتره اللي فاتت، الفترة اللي تولى فيها فتحي مبروك، اللي تولى فيها حسام البدري، اللي تولى فيها محمد يوسف، زيزو، اللي تولى فيها زيزو، بشيء من التنظيم كل واحد خد بطولة، كل واحد خد بطولة. ولو مفيش مدرب أنا متأكد إن اللعيبة، وهفكرك بكرة الماتش بتاع الإسماعيلي، اللعيبة هتبقى أكتر ما يبقى معاهم مدير فني. اللعيبه بتاعت النادي الاهلي خلاص تاقلمت، لبست ثوب المسؤوليه، بقى عندهم شيء من المسؤوليه، وهو ده اللي بيفرق النادي الاهلي عن اي نادي اخر. مين الاصلح لتدريب الاهلي، مانويل جوزيه ولا حسام البدري؟ هو حسام البدري ومانويل جوزيه الاثنين عارفين النادي الاهلي وعارفين لعيبه النادي الاهلي، لكن انا بقول ان اي واحد من الاثنين هيصلح، لكن ايهما انا بقول، وكنت عاوز من الاول من قبل ما يجي بيسيرو، لان احنا اتكلمنا في الموضوع ده وخضنا فيه جامد جدا. بيسيرو هيجي لسه هيحسس على ويشوف اللعيبه ومعسكر ويشوف اللعيب ده يصلح هنا ولا هنا، ويعيد توظيف اللعيبه مره اخرى، وكل دوت وقت ما كانش عنده وقت فيه ان هو يعمله. مانويل جوزيه من المدربين اللي يقدروا يعني يسيطروا على النجوم، والنادي الاهلي كله نجوم، يقدر يسيطر على النجوم دي، ويقدر ان هو وعايش اجواء النادي الاهلي، وعايش وعارف اللعيبه، وعارف ايه اللعيب المصري مزاياه وعيوبه ايه، ويقدر اذا مانويل جوزيه هو اصلح الاصلح لتدريب الاهلي. أيوة مانويل جوزيه شايف حضرتك